السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنبتدي اول حصه مراجعه معانا للشباب بتوع اولى ثانوي. هنراجع على اول درس عندنا في المنهج اللي هو النيوتن سكند رو والمومنتوم. يا ريت زي ما متعودين نجهز ورقه وقلم ونكتب مع بعض القوانين ونحل مع بعض الامثله اللي في الاخر. لو في اي حاجه مش مفهومه، اي سؤال حابين تسالوا عليه، في الفري نت تبعتولي. هنبدا اول حاجه ان احنا نفتكر مع بعض 3 equations of motion بتوع الترم الاولاني، ال vf في الفاينل سبيد، وكل ال vi initial speed plus acceleration في التايم. السكند equation كان بتقول ال distance equal ال v initial في التايم plus half ال acceleration في التايم باور 2، باور 2 ما ننساهوش. الثيرد equation كانت ال v final باور 2 minus ال v initial باور 2 equal 2 تايم ال acceleration تايم ال distance. كان هنا ال v مع ال t، وهنا ال d مع ال t، وهنا ال f مع ال d. لازم زي ما كنا عارفين ان عشان تستخدم اي equation منهم لازم يبقى معاك ال acceleration. ال acceleration موجودة في التلاتة equation of motion. يبقى قبل ما تاخد المسألة وتفكر ان انت تستخدم انهي equation of motion، لازم الاول تحسب ال a او يبقى معاك ال a given. طيب نبدأ في المومنتوم. وكنا عارفين ان المومنتوم دي كان بداية الكلام عليها، ان احنا عندنا جسم ماشي تحت تأثير الانيرشيا، الدفع الذاتي بتاعه. ان انا بقى عايز اوقف الاوبجكت ده، فان انا اوقفه ده يعتمد على حاجتين. يعتمد على الماس بتاعت الاوبجكت نفسه وسرعته، وزنه كام وماشي بسرعة كام. طيب الماس والفيلوسيتي ملمومين مع بعض في قانون واحد اللي هو قانون مومنتوم. المومنتوم ايكوال الماس في الفيلوسيتي. البي هنا دي فور مومنتوم. طيب الماجيك ترانجل بتاعها بي ام في، فلو عايز ال v فبقت ال b over ال m، لو عايز ال m فبقت ال p over ال v. طيب لو جينا نتكلم عن اليونت اللي هي كيلو جرام متر بير سكند، دي يونت بتاعت مين؟ بتاعت المومنتوم. دايمنشن فورميولا ام ال تي باور نيجاتيف 1. لو جينا نفتكر مع بعض نيوتن سكند رو كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان هو ال rate of change of the momentum، مومنتوم على التايم. طب مومنتوم كان ال m في ال v على التايم، طب ال v على t فاكرين كانت ايه؟ كانت ال acceleration. فعشان كده القانون عندي بقى ال m في ال acceleration، او بشكل اخر ال acceleration equal f على ال m. القانون ده كان شبه انهي قانون؟ كان شبه قانون ال weight. ال weight كان equal m في g، وما ننساش ال force equal m في a. طيب لو جينا نتكلم على units بتاعت ال force، كلنا عارفين النيوتن او كيلو جرام متر بير سكند سكوير. دايمنشن فورميولا ام ال تي باور نيجاتيف 2 غير المومنتوم كان باور نيجاتيف 1، كانت هنا سكند من غير باور 2. طب لو عايز اقارن ما بين 2 اوبجكتس، ف اف 1 على اف 2 ايكوال ام 1 على ام 2 اي 1 على اي 2. الريشيو دي او الديفيجن دي هنستخدمها اما يبقى عايز كومبير. لو ذكر لي في مسألة ان في فريكشن، ودايما احنا عارفين ان فريكشن دي في اوبوزيت دايركشن اوف موشن، عكس اتجاه حركة الجسم. لو ذكرها لي دايما هنفتكر القانون اللي هي كان سام اوف اف ايكوال الاف اكتنج، اللي هي الاف بتاعت الموتور او الاف اللي بتحرك الجسم عندي، بلس الفريكشن فورس. طب ليه حطينا هنا نيجاتيف؟ عشان احنا لسه قايلين ان فريكشن مالها اوبوزيت دايركشن، فلازم احط النيجاتيف. انا من عندي النيجاتيف دي فور دايركشن اونلي. طيب انا كنت ممكن اشيل الاف دي او السام اوف اف او النت فورس او السام اوف فورس دي، واعوض عنها بام اي. طيب هنشوف المسائل اللي جايه. طب لو عندي كذا فورس، يعني انا هنا كان عندي فورس اكتنج بس، فورس اللي بتحرك اللي هي قلنا عليها بتاعه الموتور مثلا او بتاعه الانجن، وقلنا الفريكشن فورس. طب لو كان عندي 3 4 5 فورسز، يبقى هقول السام اوف فورسز اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3 بلس اف 4 وهكذا. طيب نبدأ نشوف أول مسألة. جيت فلايز هوريزونتالي وير اتس انجن بروديوس توتال 20,000 نيوتن اوف فورورد ثراست. بيقول لي جيت بتطير بانجن مديها 20,000 نيوتن ثراست، اللي هو الموتور بتاعها او الانجن بتاعها. if the jet mass 50,000 كيلوغرام and accelerate 0.3 متر بير سكند سكوير، given اللي معايا هنا فورس وماس واكسلريشن، عايز ايه؟ عايز الاير ريزيستنس. كلنا طبعا فاكرين ان الاير ريزيستنس او الووتر ريزيستنس دول كانوا نوعين من انواع الفريكشن فورس. فيبقى هنا هو ذكر لي فريكشن فورس، فيبقى استخدم القانون اللي لسه قايلينه في السلايد اللي قبله بتاع الفريكشن فورس. طيب
اف موفينج ايكوال اف اكتنج بلس فريكشن فورس. فاكرين الاف اكتنج اللي هي كانت بتاعت الماتوره بتاعت الانجن اللي هي هنا عشان هي طياره، فهي بتاعت الثرست اللي كانت 20,000. قلنا الاف موفينج او السام اوف اف دي هي الوحيده اللي ممكن اعوض عنها بام في ايه. هو عايز مين؟ هو عايز الاير ريزيستنس اللي هي الفريكشن فورس. طيب نعوض، يبقى الام كانت 5000 كيلو جرام، والاي كانت 0.3، والاف ثرست كانت 20,000 بلس فريكشن فورس. اودي دي ناحية تانية بالماينس، هيطلع لي فريكشن فورس نيجاتيف 5000. ايه ده؟ فورس بالنيجاتيف؟ اه لسه قايلين ان فريكشن فورس لازم تطلع بالنيجاتيف عشان هي opposite in direction of motion، فلازم نقول له negative because friction is in opposite direction of motion. يبقى friction force 5000 بالبوزيتيف. انا النيجاتيف هنا عندي ملهاش لازمة عشان ده direction only. تاني مسألة، a car of mass 1200 kg moved from rest. from rest يعني ال v initial بكام؟ بزيرو، under effect of force 600 newton. مديني الماس، مديني ال vi، مديني الفورس، عايز الاكسلريشن، عايز الفلوستي بعد 30 ثانية، عايز الديستنس اللي مشيتها بعد نفس ال 30 ثانية، ومديني الجي ب 10 متر بير سكند سكوير. نشوف الجيفنز كده، الماس ال في اي 0 اف 600 تايم 30 الجي ب 10. اول حاجة عايزها ايه؟ الاكسلريشن. اجيب الاكسلريشن منين؟ معايا الفورس ومعايا الماس، يبقى فورس اوفر الماس هيديني اكسلريشن، يعني 600 اوفر 1200 هيديني 0.5 متر بير سكند سكوير. دي الاكسلريشن اللي كان ماشي بيها الجسم. عايز الفيلوسيتي، يبقى لازم نفتكر مين؟ لازم نفتكر ال 3 ايكويشنز اوف موشن. هو عايز الفيلوسيتي اللي هي الفي اف. الفي اف موجوده يا في الاول يا في الثاني. طب انا معايا مين تاني؟ معايا التايم. معايا التايم، يبقى اشتغل بالاول ولا بالثالث؟ لا اشتغل بالاول عشان هو اللي كان فيه التايم. فيبقى هكتب vf equal vi plus at. ال vi كده كده قايلين ان هي بزيرو، ال a لسه جايبينها في الخطوه اللي قبلها بهاف، وال t ب 30، فيطلع لي ال vf 15 متر بير سكند. الكلام ده بعد 30 ثانيه. طب عايز الديستنس، الديستنس كانت فين؟ كانت في الايكويشن اوف موشن الثانيه او الثالثه. طيب اشتغل بمين؟ اشتغل بدي او بدي، لان بقى معايا ال vf ومعايا ال vi ومعايا التايم. الاسهل ان انا طالما عايز الديستنس يبقى اشتغل بالثانيه عشان هتديها لي دايركت. فدي ايكوال في اي تي بلس هاف اي تي باور 2، ما ننساش باور 2. الفي اي في تي كده كده الفي اي بزيرو، فالترم ده كله بقى بزيرو. الهاف زي ما هي، الاي لسه جايبينها هنا بهاف، التي ب 30، وما ننساش باور 2، هتطلع الديستنس 225 متر. السؤال اللي بعدها، كار اوف ماس 1000 ستارت موشن فروم ريست. برضه مديني الماس وبرضه مديني الفي اي بزيرو، ماشيه بيونيفورم اكسلريشن، واداني المومنتم افتر 2 سكند 4 تايم 10 بار 3. نركز كده ان المومنتم ده كان بعد ثانيتين. ليه؟ عشان هو عايز بعد 4 ثواني المومنتم كام. طيب الجيفنز، الماس الفي اي بزيرو، بعد ثانيتين المومنتم. طيب فاكرين طبعا قانون المومنتم اللي هو بي ايكوال ام في، المومنتم ايكوال الماس في الفيلوسيتي. طيب انا معايا الماس ومعايا المومنتم، فاقدر اجيب الفيلوسيتي. الفيلوسيتي بس دي فيلوسيتي بعد قد ايه يا شباب؟ بعد ثانيتين. ليه؟ عشان عوضت في القانون المومنتم بعد ثانيتين، يبقى الفيلوسيتي دي اللي هتطلع لي بعد ثانيتين. المومنتم 4 تايم 10 بار 3 والماس 1000 هيطلع لي ال في اف ب 4 متر بالسكند. طيب هعمل بيها ايه دي؟ انا هشتغل بيها عشان اجيب الاكسلريشن. قانون الاكسلريشن بتاع الترم الاولاني اللي هو في اف ماينس في اي اوفر تي. ال في اف كانت عندي 4، بس لسه قايلين ومأكدين ان ال في اف دي اما كان التايم قد ايه؟ الثانيتين. ف في اف ب 4، ال في اي كده كده بزيرو، التايم 2، فتلاقي لي الاكسلريشن ب 2. طيب الاكسلريشن ده ملوش دعوة انت عايز الفلوستي بعد ثانيتين ولا بعد 4 ولا بعد 10. فالاكسلريشن عندي رقم ثابت، فهستخدمه عشان احسب ال في اف بتاعت 4 ثواني. فهقول بعد 4 ثواني ال في اف ايكوال في اي بلس اي تي. ال في اي بزيرو، الاكسلريشن كده كده ثابتة، بس هستخدم المرة دي التايم كام؟ 4. هيطلع لي ال في اف بعد 4 ثواني 8. هعمل ايه بالفي اف دي؟ هضرب الفي اف في الماس عشان يطلع لي مين؟ المومنتم.
بس ده المومنتم بعد قد ايه؟ بعد 4 ثواني. ليه؟ عشان انا استخدمت ال V بعد 4 ثواني، فعوض الماس ب1000 وال V ب8 لسه جايبينها، فيطلع لي 8 تايم 10 باور 3. طيب تعالوا نفكر في السؤال ده من تحت لفوق. لقيته مديني الماس 1000 وال V I ب0 وال T 2 سكند، وبعد الثانيتين دول كان مومنتم 4 تايم 10 باور 3، وعايز مني المومنتم بس بعد 4 ثواني. ففكر من تحت لفوق ازاي عايز المومنتم بعد 4 ثواني. يبقى هعمل الماس في الفيلوسيتي، انهي فيلوسيتي؟ بعد 4 ثواني. يبقى انا لازم احسب الفيلوسيتي بعد 4 ثواني. طيب فهدخل في الايكويشن اوف موشن. طب احنا قلنا عشان تدخل في الايكويشن اوف موشن لازم يبقى معاك مين؟ اكسلريشن، معيش الاكسلريشن، فهضطر افتكر قانون الاكسلريشن اللي هو في اف ماينس في اي على تي. طب انا ولا معايا في اف ولا معايا التايم، بس هو مديني مومنتم بعد ثانيتين، هعملها ديفايد الماس، جبت ال في اف بعد ثانيتين فاصبح معايا في اف والتايم اللي هو ثانيتين. ده الشكل المنطقي للتفكير في المسألة دي. فكر دايما في مسألة من تحت لفوق، شوف هو عايز ايه وابتدي اوصل بيه لأول المسألة. Rocket goes from rest يعني في اي بزيرو to 9.6 كيلو متر بير سكند، يونت غريبة، in 8 minutes. برضه ما نستخدمش minute، يبقى دي هتخلص منها او هحولها. The rocket mass is 8 times 10 bar 6 kilogram assuming a constant acceleration. What is the net force acting on the rocket؟ net force عايز ال F M F A، يبقى انا لازم احسب ال A لان معايا الماس 8 times 10 bar 6. طيب ال givens قال لي from rest يعني ال V I بزيرو، وقال لي ال VF 9.6 كيلومتر بير سكند، مش هستخدم الكيلومتر فهضربها في 10 بار 3 عشان من كيلومتر لمتر تايم 10 بار 3، ومن متر لكيلومتر تايم 10 بار نيجاتيف 3، ومحدش يتلخبط ويقول لي تايم 18 اوفر 5، لان 18 اوفر 5 او 5 اوفر 18 دي بنستخدمها من متر بير سكند لكيلومتر بير اور. هنا عندي كيلومتر بير سكند، فهي بس انا هغير الكيلومتر السكند زي ما هي. طيب مديني التايم 8 مينت ومنشتغلش بالمينت، فهضرب المينت في 60 عشان تحول لسكند، ف 8 في 60 480 سكند، والماس الحمد لله بالكيلوجرام مش هنغيره. طيب انا عايز الاكسلريشن عشان اجيب الفورس، اجيب الاكسلريشن منين؟ اكسلريشن القانون بتاعها في اف ماينس في اي على تي، الفي اف بس بعد ما ظبطتها ماينس الفي اي بزيرو على التايم برضو بعد ما ظبطته، يديني الاكسلريشن ب 20 متر بير سكند سكوير. اقوم معوض في قانون الفورس ماس في اكسلريشن، الماس 8 تايم 10 باور 6 والاكسلريشن لسه جايبينها 20، يديني 1.6 تايم 10 باور 8. 3 ماسز كونكتد توجذر باي ويتلس ثريد، 3 اوزان متصلين ببعض بخيوط ويتلس ملهاش وزن. They are pulled on a smooth surface، smooth يعني مفهوش friction، in horizontal force اللي هي 36 نيوتن دي في الاتجاه ده، ففي فورس شدة التلاتة مع بعض. عايز الكومون اكسليشن، عايز الاكسليشن اللي ماشية بيها التلات 3 ماسز دول او القطر ده، وعايز التنشن في كل ثريد لوحده، وعايز التنشن فورس، تنشن اللي هي قوة الشد في الحبل ده، وعايز قوة الشد في الحبل ده. طب هو المنطقي طالما الفورس متجهة ناحية اليمين كده، يبقى التنشن اللي في الحبل ده اللي ما بين الماس 3 وماس 2 برضه في نفس اتجاهها، التنشن هنا في نفس اتجاهها. طيب كومون اكسلريشن، قانون الاكسلريشن النيوتن مديهوني اللي هو A equal F على M، بس هو عايز الكومون يبقى استخدم الامات كلها، فال F كان 36 وال M اللي هي 6 بلس 4 بلس 2، اداني ان التلات اجسام دول ماشيين باكسلريشن 3 متر بير سكند سكوير. عايز التنشن اللي في الحبل. طب نحسب واحد واحد، هو التنشن ده فورس والفورس قانونها M في A، فلو عايز التنشن اللي في الحبل اللي هو ما بين الجسم الاول والتاني اللي هو سماها 1F 12 ده، هي شدة انهي ماس الحبل ده؟ قلنا مشدود الناحية دي، فهو شدد انهي ماس؟ شدد ده. نتخيل كده ان في حد واقف هنا بيشد بالحبل ده، فهو هيبقى شدد الجسم ده وهيبقى شدد ده وهيبقى شدد ده، لكن الحبل ده هيبقى شدد مين؟ هيبقى شدد الاتنين دول بس. طب الحبل ده هيبقى شدد مين؟ هيبقى شادد ده بس. عشان كده لما جيت اجيب التنشن في الحبل ده ام في ايه، انهي ام؟ الام دي بس اللي هي 2 كيلو جرام. طب الاكسلريشن احنا جبنا خلاص الاكسلريشن بتاعتهم كلهم من رقم ثابت للمساله كلها 3،
فيبقى التنشن فورس اللي في الحبل ده بس 2 في 3 6 نيوتن. طب عايز احسب التنشن فورس هنا برضو، الاف ايكوال ام ايه، انهي ام الحبل ده شديد، انهي وزن شديد، دول شديد الاثنين والاربعه، شديد السته. طب الاكسلريشن 3 برضو، فيبقى الحبل ده فيه 18 بس الحبل ده فيه 6، لكن كلهم كانوا مشدودين بكام؟ ب 36. سؤال شبهه بس على جسمين بس. احنا لو ركزنا في السؤال اللي لسه حالينه هنلاقي ان ده كان 2 كيلو جرام، وده الضعف الدبل بتاعه 4، وده التريبل. دي اول ملاحظة، هنلاقي ان ده 2 لو ضربته في 2 بقى 4، لو ضربته في 3 بقى 6. وهنلاحظ من الارقام اللي طلعت ان ال 36 لو عملتها ديفايد 2 هتلاقيها 18 اللي هو الشد اللي في الحبل ده، ولو عملتها ديفايد 6 هتلاقيها الشد اللي في الحبل ده اللي هو كان 6. 36 ديفايد 6 يديك 6. طب تعالوا نشوف لو جسمين قالي two bodies connected with rope with negligible mass، برضو زي ما قال لي weightless thread حبل ملوش وزن، هنا برضو قال لي negligible mass ملوش قيمة، الماس بتاعته ما تحسبهاش معاك. وبرضو قال لي smooth surface if external force F ما ادهنيش بكام، هنا كان مداني ب 36 act as an opposite figure، شدة في الاتجاه برضو ناحية اليمين، يعني في هنا تنشن برضو ناحية اليمين. طب الحبل ده شديد انهي وزن؟ شديد ده مش شديد ده. زين ذا تنشن فورس كام؟ طيب نفس الخطوتين اللي عملناهم هنا، لازم الاول احسب الاكسليشن بعد كده احسب الفورس. طيب الاكسليشن كانت فورس على الماس، فالفورس على الماس، الماس اللي عندي كام؟ 2 ام و ام اللي هم 2 ام بلس ام ايكوال 3 ام، فبقت الاكسليشن عندي اف على 3 ام بس كده. اه سيبها كده وهنعوض بيها وهتشوف اللي هيحصل. عايز بقى التنشن فورس هنا، الفورس كان ام في ايه؟ الام مين؟ الام احنا قلنا الثريد ده شديد مين؟ شديد الام دي، فهعوض عن الام بام زي ما هي، وعوض عن الاكسليشن باف على 3 ام اللي جبناها في خطوه اللي قبلها، فالام راحت مع الام اتبقى اف اوفر 3. ده معناها ان التلت الشد هنا رايح للام ده بس، الثرد 1 اوفر 3. السؤال ده بيجي كتير. دي شويه افكار على نيوتن سكند لو والمومنتم. ياريت نكتب القوانين الأول ونراجع الفيديو تاني ونحل المسائل، ولو في أي حاجة مش مفهومة ابعتولي. دي أول حلقة، لسه في حلقات تانية إن شاء الله كل يوم هتنزل لكم حلقة، لسه في حلقة تانية على نيوتن لأن في لسه أفكار كتير. ياريت نشوف الحلقات أول بأول ونراجع عشان الامتحان. السلام عليكم.